حبايب قلبي طلاب الاعزاء، براين فور، اهلا وسهلا بكم مع كبسوله سريعه في الساينس مع مستر محمد المصري. هنستكمل اليوم ليسون 4 وهنتكلم عن هيومن ريسبيراتوري سيستم، الجهاز التنفسي في الانسان. بنقول يا اولاد الريسبيراتوري سيستم از ا سيستم ذات از ريسبونسبل فور بريثنج، الجهاز المسؤول عن التنفس. كمان يا اولاد الساينتفك تيرم للريسبيراتوري سيستم، ذا سيستم ذات سبلايز ذا بودي ويز اوكسجين جاز اند جيتس رايد اوف ذا بودي فروم كربون دايوكسيد جاز، يعني الجهاز اللي بيمد الجسم بالاكسجين وبيطرد منه الكربون دايوكسيد. كمان يا اولاد اتكلمنا عن الريسبريشن بروسيس، عملية التنفس، قلنا انها a process in which oxygen gas enter to the lung and carbon dioxide release and leave the lung. يعني عملية التنفس هي عملية دخول غاز الاكسجين وخروج غاز الكربون دايوكسيد خارج الجسم وخارج الرئتين. نبدأ بقى واحفظ معايا الستركشر اوف ريسبيراتوري سيستم. الاير هيدخل من النوز، نوز نوز يعني الانف، هيعدي على تاني مكان ثروت او فارينكس فارينكس فارينكس. بعد كده الاير هيدخل على التراكيا تراكيا تراكيا يعني القصبة الهوائية. بعد ذلك التراكيا تتفرع لأنبوبتين داخل اللنج اسمهم برونكاي، يبقى تو برونكاي تو برونكاي تو برونكاي، القصبتين الهوائيتين. Inside the lung التو برونكاي برانشد هتتفرع لفيري سمول تيوبس، انابيب صغيرة اسمها برونكيولز برونكيولز برونكيولز، يعني القصيبات الهوائية الصغيرة. اخر حاجة الاير اللي هو الاكسجين، انتر ذا اير ساكس، هيدخل اكياس من الهواء اسمها الفيولاي الفيولاي الفيولاي، يعني الحويصلة الهوائية. بعد كده هيجي البلد كاري اكسجين تو اول بادي بارتس، هيشيل الاكسجين ويوديه للبادي بارتس اند ليف كربون دايوكسيد اللي راجع بيه من البادي، وبكده حصلت عملية جاز اكستشينج، يعني تبادل للغازات، دخول غاز الاكسجين وخروج غاز الكربون دايوكسيد. اخر بارت في الريسبيراتوري سيستم هو الديافرام ديافرام ديافرام، يعني الحجاب الحاجز، والفانكشن بتاعته وظيفته سيباريت بتوين دايجستيف سيستم اند ريسبيراتوري سيستم، يفصل بين الجهاز الهضمي والتنفسي.